انظر إلى ميزاني الحرارة الموجودة أدناه وحدد أي منهما بالدرجة المئوية سيليسيوس وأي منهما بالفهرنهايت، ومن ثم عين نقاط درجة الغليان والتجمد على كل منهما. الآن مقياس الدرجة المئوية يستخدم في معظم دول العالم. مقياس الدرجة المئوية سيليسيوس يستخدم في معظم دول العالم. Most of world. والطريقة البسيطة حتى نقول أننا نتعامل مع مقياس الدرجة المئوية، فإن درجة صفر تعبر عن درجة التجمد freezing. درجة تجمد الماء للحرارة والضغط الطبيعيين. ومئة درجة تعبر عن درجة غليان الماء boiling في الحرارة والضغط الطبيعيين. الآن على مقياس فهرنهايت، وهو الأكثر استخداما في الولايات المتحدة، تكون درجة تجمد الماء هي 32 درجة. ودرجة غليان الماء هي 212 درجة. كما يمكنك أن تقول أن الدرجة المئوية المقياس كله أتى من استخدام صفر لتجمد المياه العادية في درجة حرارة وضغط طبيعي، ومئة هي درجة الغليان. إن هذا منطقي إلى حد ما، لكن على الأقل في الولايات المتحدة لا زالوا يستخدمون الفهرنهايت. الآن دعونا نجد أي منهما فهرنهايت وأي منهما مئوي. بغض النظر عما تستخدموه، فإن الماء دائما سيغلي على نفس درجة الحرارة. إذن 32 درجة فهرنهايت يجب أن تعادل 0 درجة مئوية. دعونا نرى ماذا سيحدث عندما تكون درجة الحرارة هنا صفر، فإن هذا يبدو أنه سالب شيء ما. إن هذا لا يبدو أنه بالدرجة المئوية. هنا إذا افترضنا أنه هذا بالدرجة المئوية، فإنه يبدو قريبا من 32 هنا. دعوني أفعل هذا بلون داكن. إذن يبدو أن هذا بالدرجة المئوية، هذا بالدرجة المئوية سيليسيوس، وهذا يبدو أنه بالفهرنهايت. والطريقة التي تمكنني من أن أقول أن صفر درجة مئوية تعادل 32 درجة فهرنهايت في كلا الحالتين، هنا سيتم تجمد الماء عند درجة التجمد. هذه هي درجة تجمد الماء. ودعونا نتأكد من أن هذا صحيح. إذا كان هذا مقياس الدرجة المئوية، فإن الماء سيغلي على 100 درجة مئوية، ويبدو أنه سيكون على 212 فهرنهايت. إذا هنا حيث يغلي الماء، الذي يكون بدرجة حرارة وضغط طبيعي. إذا هذا الموجود على اليمين هنا هو مقياس الدرجة المئوية. ثم الآخر الموجود على اليسار سأكتبه باللون الأرجواني، الموجود على اليسار هو مقياس الفهرنهايت.